من كثر الشيء اللي هو اللي صار السنة. أي. أول حاجة نحن نبدأ في طرف الطماطم. طماطم كليت كابوت. من الطماطم ضرت أكثر من الفلفل. طماطم ضرت أكثر بطبيعتها. أي. اللي صار في 30 يبيع بيع نهايته ب 15 مليون كان تار ما بين 10 وال 15 خسارة صافية. كليه الشيء اللي خلاه كلهم هاتها اتحرقت. حسيله بالنسبة للطماطم هذيك حسبة أخرى خسارة صافية. ومن بعد شي فيلفل زادك تشوفيه كيفاش قاعد. ولا بالنسبة لجدر الفلفل هو تو هنا الكل وهنا كيفاش مشوشت. هو هذا من هنا مشوشت هذا زاد مش شيلي هو. هذا زاد هاو نشوف كيفاش مشوشت. هذا كله مشوشت مش شيلي. هاو هذا كله زاد مش شيلي تحرقها. هذا كله مش شيلي. هاو وينو هذاك. هذا ما عادش فيه كل شيء إذا كان ينو بربي بالمطر. والله لا أعلم ما هو تو موجود أنا تقول ب 12% هو ما بين 1000 و 12% حتى كي مشات له وسوم ولا خاطر السنين فيلم ما ثماش. بالنسبة لهنا في سيسة بكليه الشيء والكل على بعضها زيادة ما ثمش. يلزمك الدويات من شنية تو كيما هذيا داويتو ثلاثة مرات تكلفوا يوم ثم فوق زوز ملاي. هما في طرف الفلفل هذوما ما تحطوش في الكري. هذوما لازم تهذبين هذيك باش هاك الجدر باش ما يبيضش خاطر برشا سواني تو انت تكتب سواني اخرين فلفل تو تلقيه الفلفل هذايا الابيض هذايا المعاكر عشان خاطر هو هذا نتاع الذبان البيض نتاع المرض اللي صار. هذا اللي صار تاك تخسر ها 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 الفلفل. الجدر هذا متكلف ب 3000 فرنك هذاك. ايوه ايش فيه تو فيه 3 قرون هاوين كيلو الدلاع ب 170 دينار هاونا هاونا الدلاع. هذه الذبان هاوين هاي رات هذا هذيك الذبان هذه الذبان باهي باش مش نداويها انا. أنا دويت بلانات ما مشاش فلاح عطيني شكار مونيتر عطيني شكار دي بي تلقاه تجي نجري من بلاصه لبلاصه شكار دي بي لا كان ناخذها انا ما ناخذهاش بحق الاصلاني راه لا لا مستحيل هذه اذا كان هي ب 30 راك تاخذها ب 60 الاضرار نتاع الشيلي ونتاع الدلاع نحمدوه هذه نتاع ربي مرشدين يعطينا شويه دواء يعطي يورونا كيفاش نعملوا ما ثماش هذا ما يصيرش يا سيدي هذه حاجه ربي الحمد لله على حاجه ربي اما حاجه اخرى عطونا شويه كيفاش نديو يسهلوا لنا شويه في الطريق يحلوا لنا شويه من المشكله نتاع الماء يطلونا يواسونا على الاقل يواسونا يا فلاح الله غالب الله غالب ما راهي الدوله الله غالب تعبه ولا غالب هاي هذه حاجه ربي ما يسهلش اما يتلفت لك حد خناك نمشي خي شكارة فصفات هاو فصفات الموجود يقول لي مش موجود هاو تجري فيه الناس بالكاميونات بالعشر طن ونا مش نشي خمس شكاير ما نلقيش شنو معناه؟ نموت نا مالا مالا خلي سي ما عادش نزرع انا فلاح نقعد في الكيف ربي دجاجتين كان عايشوني دجاجتين يا سيدي صبرونا بحاجه ما ثمش فطور كسكسي ولحم اعطونا قدام خبز بكافتيريا يا سيدي الحياه فهم الحياه فهم زهره الحياه